بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي لماذا اخترنا دراسة هذا المتن المبارك متن الدروس المهمة. نعم. باسالفنا وتمت الله الرحمن الرحيم بالله سنت جمرنا بنبياتنا عليه الصلاة والسلام بركان دوار الله شوفا دربك بوهالا باسالفنا وتمرت تمرت وحدنا اللين من مارا وتمرت دروس مهمة لعامة الأمة لا أنجب قادية هنا ومتمرتنا أتكالا إلى هجرة تساوطة كامية هنا يا شيخ الباز كتابنا وندم النمار أحسن المرت. نعم، أخذنا القسم الأول من هذا الكتاب طريقة السلف مع القرآن أطلع ندم وكسلف وجه عيدا من دي تارقة ومندم النمار ومنقادين تمرنا استفتنا ودرس حفظ يومي لكن من أين تمرت اندمست نظر يومي في تفسير الآيات من تفسير مختصر بكان أتاتر كونو تفسيروج أتاتر كونو لبسلال اندمس أي تفسير كان لو ما يندم الجبع تستعين بالله العمل تجابو على دمو ودسر على مقبات بالله سبحانه وتعالى تاكزل ودسر على الجبع. الآن نبدأ في القسم الثاني من هذا الكتاب المبارك أهون ودولة النار كفر بين جبانه وهي بركة ودهن ومتحف التوحيد وما يضاد التوحيد الشرك توحيدنا توحيد والنفر سويم عامل قوات لا الله بتشاء ما أدركنا يجا تكاراني عامل قوات يمي فرسو نقروت تنجم الله تمرت لماذا ندرس التوحيد؟ لمن دنو سرع توحيد تمرت من نسرعت من يعرف؟ لماذا ندرس التوحيد؟ لمن دنو توحيد عمنا نعم حق الله على العبيد يا الله حقنا وبرامج ليالنا خلقنا لنوحد الله خلقنا لنوحد الله يترجم ولا أنا ترجم ترجم أنت يتفترنا والله أن ببتوني الناس لنا ملك بالشعر لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد الله سبحانه وتعالى من يونم عاملك وتعيكبلنم توحيدات شيء مسارك لا يدخل جنة إلا موحد جنة عقبان موحد أقول سويه ثم قد يسألك سائل وأنت تمشي في الطريق إذا الفير عند طياك تجدها يقول لك هل أنت موحد؟ تجيك هل أنت الله أبو تشنين تاملاكين إلا؟ تقول نعم أو الله أبو تشنين تاملاكين أنا موحد يعني يا الله بتشعباري علي يقول ما هو التوحيد؟ إذا تجيك هل من دون توحيد ما لتقوم إذا عرفت التوحيد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى أنك موحد توحيد تترقمه لنا تفسره نبيات بفسروا آيات إيه يتوحيد أولى ترقم وقع وإذا قلت أنا لا أعرف ما هو التوحيد أنا توحيد إجال لو كنت ترقم من دون أهلاك مكالف من ما تتوحيد نقول هذا كذب هذه شهادة زور عندما تقول أنا موحد وأنت لا تعرف التوحيد يا توحيد ترقم ساعتا وطني الله أنا ملاكين إيمالتها أنت وشت عملت بها أبو جهل أبو جهل يا مبالا وبنبيات رأس الكفر يا كادي واتو وانا قنطو ينبر يعرف التوحيد نعم لم يقر به لكن يعرف ما هو التوحيد يا توحيد المعنى تنققو يا كان لي بيس ربك وانت مسلم لا تعرف التوحيد انت مسلم ولا ستاوك يا توحيد انت وقوما تاكل ثم نقول لهذا هل انت مشرك كذبوا على دبون لجنا انت مشركنا بلا بنتيقو يقول اعوذ بالله يقول فالله اتبك عنه انا لست بمشرك انا عقاري عدل لهم هنا طيب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك الله يكمل وما قالت في من دنا وفسر اللي من الوعد يقول لا ادري اراهين قال وقوم زرهرون له نقول لعلك واقع في الشرك الاكبر وانت لا تدري قال وقوك يا اعوذ بالله اتبك عنه قال هو ورك هبت من الوعد الان إذا أردت أن تقود السيارة لابد من رخصة قيادة السيارة صحيح؟ نعم أنت مكنا من ذات كاسفل لك فقاعد ياسفل لك يمكنا من ذاك بالموت يمن ذاك فقاعد متى يعطوك هذه الرخصة؟
إيهين من جاء فقاعد مثلا بيساطهم يا رجاجك لابد أن تعرف الأشياء التي لابد أن تأتي بها والأشياء التي لا تأتي بها مخالفات يا من جاء فقاعد يمني أستطعون سرعات مسفرتها له يعني التامون لا يقبهال يجاتك أراني دمو يعني يفرسون دمو لتوقبها إذن الموحد لابد يعرف التوحيد حتى يأتي به ولابد يعرف الشرك حتى يحذر ويحذر منه سلذي من دمنا توحيد من دلو يوم يقبل توحيدين ترقمون لسرابة صدق يا توحيدين آفراف وش دمو يوم يقبل لتنقل صدق